احتفل مجتمع لو ببحر الغزال الكبرى بمركز الشباب بمدينة واو حاضرة ولاية غرب بحر الغزال باليوم الثقافي السادس بمناسبة عياد الكريسماس واستقبال رأس السنة الجديد 2023. هذا ووصف السيد رزق زكريا وزير الحياة البرية والسياحة القومي الكرنفال بالخطوة الجيدة تجاه المحافظة على الثقافة والتراثيات المحلية. الشيء اللي حصل الليلة ده بالنسبة لنا في السياحة بنعتبره كرنفال سياحي، ده مهرجان سياحي كبير في جنوب السودان. يعني احنا لينا حق نفتخر، انا بقول للو كوميونيتي يو هاف تو بي براود. من جانبه اكد السيد زكريا جوزيف جرن حاكم ولايه غرب بحر الغزال بالانابه ان حكومه الولايه تساند وتشجع جميع الثقافات والتراثيات بالولايه. نحن في حكومه الولايه بنشرف بشكل كبير عن كل المناسبات الزايدة، وسواء كان مناسبات الدينية اللي اتعملت في الأعياد في الكريسماس وكل الأعياد، نحن بنخلي الأرضية يكون مناسب عشان الناس يحتفلوا. إلى ذلك أشاد ماغني بوجوبان عضو المجلس التشريعي القومي بمجهودات الحكومة لحفظ الأمن والاستقرار بالولاية. أنا أيوب بوليس كاتب رمبي كين جه من جيم ركراي أنا أيوب رجيم وشوف يا كان هان بنيكول جان 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 كي يكوز ما رمبي أنا أيوب رجيم تينو وطالعين وشوف أجرام كنجل بسودان أشوف يا كان. وقال السيد بيتر كون بيامي رئيس رابطة مجتمع اللو الثقافي ببحر الغزال الكبرى أن من أهداف المناسبة ترسيخ الثقافات وتراثيات مجتمع لوو لتعزيز التعايش السلمي بين المجتمع والمجتمعات الأخرى، ويكون في التعليم في وسط بتاع لوو، ويكون في تعايش سلمي بين القبائل الأخرى. عشان كده نحن نادينا القبائل كلها عشان يجي يحتفلوا معانا. هذا وشارك في المناسبة فعاليات شعبية وقطاعات الشباب والمرأة وكبار عيان مجتمع لوو ووفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين بالحكومة القومية والولائية.